السلام عليكم، معكم المهندس عمر المليجي. ان شاء الله في الفيديو ده هنشرح ازاي نموذج على الريفت التخبيط بتاع الاسانسير. مشكله تخبيط الاسانسير بتاع الريفت ان هو انت دلوقتي بيبقى عندك بلاطه، وبعد كده بيقوم جاي في او اللبشة يعني جاي في نصها مفرغ وعامل بلاطه على منصوب اوطى، وتلاقي دايما ان الكروس سكشنز التيبيكال بتاعتها بتبقى عباره عن يعني في بلاطه واطيه وبلاطه متر ونص. بعد كده جيت في حته الاسانسير عشان عايز احط الميكانيكال كومبوننتس والكلام ده، هبطت مثلا البلاطه مثلا 80 سنتي او متر او اكتر كمان على حسب ما هو محتاج، فبس المتر ونص نزله، فبقى في حته طالعه من تحت، ففي كده زي سادن تشينج في الكروس سكشن بتاع اللبشه، فده بيعمل مشكله. فهو عشان نمنع مشاكل الستريس كونسنتريشنز والامور دي كلها، فبيعمل التغير جرادوال، يعني بيبقى في سلوب يعني. فالسلوب ده محتاجين ازاي نشوفه، هنعمله موديلنج. قبل ما نشوف موضوع الاسلوب محتاجين الاول نعمل اللبشه. هنيجي في الاستراكشر، الكلام ده طبعا كله مشروح قبل كده، استراكشر فاونديشن فوتنج، وتقوم رسم سين مثلا اللبشه مثلا كلها كانت كده مثلا، تمام. وتقوم فاضي طبعا عشان احنا عايزين نعمل اوبننج عشان نهبط منها، فتقوم فاضي في نفس الوقت ترسم جوه الشكل. مثلا الاسانسير هياخد مثلا 4 في 4 مثلا، يبقى انت كده عملت فتحه الاسانسير اللي هي جوه اللبشه، بص صح كده. طبعا هنقول هتشوف بس دلوقتي البتاع ما يبانش ليه. هنخش على الفيو رينج بتاعت الفيو، ونخليها مثلا سي القط عند ماينس مثلا 2000 فلاي. اوكي تمام، ظهر. طبعا الحاجات دي بشرحها بسرعه لان ده كله مشروح قبل كده. امسح ده وهاجي على ده، ابدا اغير قطاع مثلا، اخليه سي مثلا اعمل بنيم على طول لان انا مش عايز حاجه تانية. متر ونص ايديت متر ونص. بعد كده اقوم جاي هنا راسم الحته البلاطه اللي هي متهبطه اللي هي مكان الاسانسير الهابط يعني، فنفس الكلام اسلاب ماشي تمام، بس ادي له اوفست سين هيهبط مثلا سي متر 20 مثلا. اقوم جاي راسم ده كده. بعد كده نشوف 3 دي. طبعا هو تقريبا عمل ده بماتيريال وده بماتيريال، كونكريت كاستنج بليز جري. لا هما زي بعض. طب تعالى نبص في 3 دي كده، لا هما زي بعض، خلي بس في المنظر عشان هو عامل بلاطتين جنب بعض. المهم فدلوقتي كده في بلاطة متهبطة، شايف ده دلوقتي متهبط اهو. لو جينا نشوف من تحت بتلاقي المنظر عامل ازاي. خلينا نعملها فاين ريالستيك عشان تبقى هنا احسن. المنظر ده كده فيه تغيير كروس سودن في كروس سكشن، فمحتاج اعمل زي ميل كده عشان ياخد التغيير بشكل تدريجي. هنعمل ازاي الميل ده؟ احنا دلوقتي عايزين نرسم زي ايه؟ هنرسم يعني نرسم زي، تعالى نبص كده مثلا من جنب. ايه بيبقى طالع هنا كده مثلث حته خرسانه مثلثه، ويقوم لففها حوالين الحته المثبطه. فبنعمل حاجه بنستعمل امر اسمه موديل امبليس. موديل امبليس انت بتكريت يعني بدل ما تكريت يبقى عندك فاميلي جاهزه، بتبقى انت بترسم الحاجه جوه الموديل. بعد كده هنعمل ايه؟ لما تيجي تشتغل في الموديل امبليس تقوم راسم انت حته خرسانه مثلثه كده كقطاع كروس سكشن، وتقوم لفه حوالين الحته المثبطه دي. طب دي نقطه. طب انا اول حاجه قبل ما اخش طبعا انا هعملها، وبعد كده اقول جوه انا ليه بعملها. هنيجي على فرع اي نورث او اي حاجه من الاليفيشنز، ونقوم هنا جايين عامل حاجه اسمها ريفرنس بلان، وتقوم راسم كده ريفرنس بلان عند الحته اللي انت هترسم عندها الباث. اول حاجه يعني دلوقتي انا اعمل ايه؟ انا دلوقتي هرسم مثلث كده، والمثلث ده هقوم راسم له باث في الحته اللي فوق دي، باث مستطيل مع نفس ابعاد الاسانسير الحته المثبطه، ويقوم هو لافف عليها. فلازم اعمل بلان ريفرنس بلان معين. الريفرنس بلان ده لما اجي اشتغل عليه اقول له لما اجي ارسم عليه الخط اللي هلفه ده، او اللي هو زي ما يسموه الخط اللي هيلف عليه الكروس سكشن المثلث، اقدر يرسمه في المكان ده ما يرسموش في مكان تاني. فانا كده رسمت البلان ده، اخش اسميه بس هنا هو ماشي كده. اخش بس ادي البلان ده اسم عشان اعرف اجيبه، مثلا سي ده سلوب مثلا، سي سلوب لاي حاجه عشان اعرف اجيبه. سميت كده، اجي بعد كده بقى اقوم واقف على اي بلان. طبعا هو مش ظاهر عشان برضو موضوع الفيو رينج، لا ليفل 2 يبقى كده تمام ماشي. تيجي واقف انت على ليفل 2، تيجي على ستراكشر كومبوننت موديل ان بليس. طبعا انت هترسم ايه؟ هترسم ستراكشرال فاونديشن. اوكي تمام، ستراكشرال فاونديشن تمام.
هتلاقي حاجه بيقول لك ريفرنس بلان، تيجي هنا تقوم عامل ايه الورك بلان ست، اختار الريفرنس بلان هتشتغل عليه. انا هشتغل على ريفرنس بلان سلوب، ده اللي هرسم عليه الخط الايه الداير، ادوس اوكي كده واختاره. بعد كده اقوم دايس انا على ايه، هنجي هنا على فورمز، عايز كاريت ايه، عايز كاريت الشكل بتاعه لف سويب، ده هو الامر اللي انت تقدر ترسم له باس مكسر وايه وترسم وتلف حواليه. فندوس على سويب، وبعد كده ادوس على سكتش باس، الباس اللي انا عايز الف عليه. طبعا لازم تبقى مظبط الورك بلان عشان او الريفرنس بلان عشان تقدر انت ترسم عليه. فانا هقوم جاي هنا راسم الشكل بتاعي انا هلف عليه، تمام رسمت الشكل بتاعي ده الصح. طبعا انا برسم لاحظت حاجه هنا اتكونت كده، شايف في شكل اتكون. تعالى نرجع تاني نعدل في الشكل اللي احنا رسمناه، اختار كده نعمل سكتش باص، هتلاقي ايه، هتلاقي في بلان اترسم هنا. الريفرنس بلان ده برضه ورك بلان بس هو بيرسمه اوتوماتيك، ده الورك بلان اللي انت هترسم عليه الشكل بتاعك وبترسم عليه اوتوماتيك. يعني اما اجي ارسم المثلث بتاعي هيترسم على المكان ده كده جوه. طبعا محتاج ممكن محتاج تحركه، ممكن تاخده كده وتلفه هنا عشان ارسم على الجنب ده، ارسم على الجنب التاني براحتي زي ما انا عايز. تمام حلو قوي. بعد كده خلصنا رسمنا ده، ندوس صح، خلصنا رسم البتاع ده اللي هو الجزء بتاع الباث. نيجي بقى على سيلكت بروفايل. دلوقتي اما اجي ارسم هرسم من قدام، فهقف على طبعا انا ده الريفرنس بلان بتاعي، فانا عشان ابص عليه يبقى لازم من فوق او من تحت، يعني نورث او ساوث. فاجي على نورث مثلا، الاقي الشكل ظهر هنا اهو، واجي واعمل ايه ايديت بروفايل، واجي اقوم راسم زي مثلا حسب زي ما هي تطلع يعني كده، اقوم راسم الشكل بتاعي. انا مسحت بس الخط لان هو كان فيه مشكله وهرسمه تاني، يعني مش مشكله، هو كان دايمنشن بيعمل اسنان بطريقه معينه عشان الرسم مش مظبوط، فهقوم راسم الخط بتاعي كده. وكده انا رسمت الشكل بتاعي، لو دوست صح ده الشكل هو بيعمل له سويب. تعال نبص كده في 3 دي اترسم اهو. انا عايز بس اوريك المنظر، بص رسمه هنا المثلث ده رسمه عن الورك بلان اللي انا رسمه. اما لو دوست اوكي في الاخر هو عمل ايه، واخد المثلث ده ولفه على الباث اللي انا مختاره، دوس صح كده. شايفين المنظر بقى عامل ازاي؟ طبعا انا حاسس ان المنظر مش ظاهر قوي، بس خلينا نتكلم في شيدت كده. هنا اللاين، هنا اللاين ده كويس. اطلع كده تلاقي ايه، حته البلاطه اللي متخبطه اترسمت ومعاها الميل بتاعها. فضلنا بس حاجه واحده نخش تاني نختار ونعمل ايديت سويب. طبعا احنا بس لسه اصلا كنا نعمل صح فينش موديل كده، طلعت كده خلاص خلصت يعني، لازم كده تبقى طلعت من الامر يعني. اختار كده اعمل ايديت ان بليس، وبعد كده اختاره من جوه. ايه محتاجين نختار بس ماتيريال حاجه تبقى كونكريت، كونكريت كاستن سيتي او حاجه. طبعا لازم تختار نفس الماتيريال بتاعت، يعني لازم تختار ماتيريال تخش تختارها من جوه، تعمل تختار وبتعمل ايديت، تختار ايديت ان بليس عشان. وبعد كده انت عايز تعمل جوين للشكل ده مع اي حاجه من الفاونديشن تقدر تعمله، يبقى في الاخر كانه جزء واحد بس. هو الموضوع بسيط جدا، ده كان تطبيق من تطبيقات الموديل امبريس عشان تعمل التطبيق بتاع الاسانسير في اللابشو. شكرا والسلام عليكم.